قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والرسول الكريم في هذا الحديث يا إخواني عليه الصلاة والسلام يحصر مهمته ومقصود بعثته ورسالته في قوله لأتمم مكارم الأخلاق، وكأن الأخلاق بناء بناه الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم هذا البناء. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك لما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بما أرسلك الله؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. لابد من الاثنين معا، أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، ليس فقط التوحيد، ولكن مع التوحيد أيضا صلة الأرحام إشارة إلى جانب الأخلاق في الإسلام، وأن هذا الجانب لابد أن يعتني به الإنسان المسلم وأن يعيش به المؤمن في بيته وفي مكان عمله وفي مسكنه الذي يسكن فيه. بعثني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. وإذا تأملت في كلام الله سبحانه وتعالى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سوف تجد أن الله في كتابه وأن رسوله في سنته يربط دائما بين هذين الأمرين، بين الإيمان وبين الأخلاق، صنوان وأخوان لا يفترقان، الإيمان والأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الأذهان سوف تنصرف إلى من أنكر البعث مثلا، أو من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كذب القرآن. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كررها النبي ثلاثا. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. وقال في الحديث الآخر وهو في المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كما ذكرنا تؤكد على هذا المعنى، أن الإسلام في مقصوده سلوك، وأن القصد من تشريع العبادة أن يتزكى الإنسان وأن يتطهر. الله فرض الصيام والصلاة
والزكاة والحج وغيرها من فرائض الله سبحانه وتعالى، حتى يسير الإنسان في هذه الحياة الدنيا سيرا حسنا في أقواله وأعماله ومع جيرانه وفي داخل بيته وفي مكان عمله. هذا هو القصد من تشريع الله سبحانه وتعالى للعبادات في دين الله عز وجل. انظر مثلا في سورة من سور القرآن نحفظها جميعا، قال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. من هذا الذي يكذب بالدين؟ الله يلفت الأنظار إلى نوع آخر من المكذبين، ليس من ينكرون البعث أو الحساب بعد الموت أو الجنة والنار وفقط، لكن الله سبحانه وتعالى يلفت الأنظار إلى شيء آخر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم يعني يقسو على اليتيم، يسيء إلى اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فلفت القرآن الأنظار إلى جانب آخر، وهو المشكلة الكبرى عند المسلمين الآن. ونحن نكرر مرارا وتكرارا للمسلمين في كل مكان ننزل فيه أنك تجد المسلم يصلي في الصف الأول ويصوم رمضان ويذهب إلى بلد الله الحرام ليحج أو يعتمر، فإذا عاملته وخالطته في بيع وشراء أو أخذ وعطاء وجدت إنسانا آخر لا تجد أثرا للصلاة ولا للصيام ولا لقراءة القرآن في سلوكه ولا في أخلاقه، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. فالقصد يا إخواني أن المقصود من تشريع العبادات هو أن تتزكى النفس، أن يسير الإنسان كما قلنا وكما قال الله تعالى في كتابه في سلوكه وأعماله وتصرفاته سلوكا حسنا يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. غياب هذا المعنى أيها الإخوة ما الخطر فيه؟ يعني ما الخطر لو أن إنسانا صلى وصام وقرأ القرآن وقام الليل ثم كان سيئا في جانب السلوك والمعاملات؟ ما الخطر في هذه القضية؟ إيه المشكلة يعني؟ أنا أبين لك الخطر. الخطر الأول أن الحسنات التي تبحث عنها من صلاتك وصيامك وقراءتك للقرآن سوف تضيع. يعني أنت تصوم طمعا في الثواب، تحرم نفسك من المباحات طمعا في الثواب، تنفق مالك وتهجر وطرك وتسافر إلى بلد الله الحرام لتؤدي فريضة الحج طمعا في الثواب. النبي يخبرك أنك بسوء سلوكك تضيع ثواب أعمالك. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. إنسان ليس عنده مال، ليس عنده عقارات ولا سيارات ولا أرصدة في البنوك. قال النبي عليه الصلاة والسلام مصححا هذه النظرة: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، صلى وصام وزكى ولكنه جمع إلى جانب ذلك سلوكيات سيئة والعياذ بالله، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، لأنه أساء إليهم ولا بد أن يعاقب على هذه الإساءة في الآخرة. وصورة العقوبة في الآخرة في غاية الشدة والقسوة، يؤخذ من حسنات الإنسان، يؤخذ من حسناتك في الآخرة، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته انتهت حسناته ولم يؤدي ما عليه. أخذ من سيئات أصحابه ثم طرحت على سيئاته ثم طرح في النار. هل عرفت الخطر؟ العبادة التي تقوم بها وترجو برها وثوابها يوم القيامة سوف تضيع عليك بسبب سوء سلوكك، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات أصحابه الذين أساء إليهم ثم طرحت على سيئاته ثم طرح في النار. الجانب الآخر الذي يبين لك خطر هذه المسألة أننا نسيء إلى دين الله سبحانه وتعالى من حيث لا ندري. يعني أنت هنا مثلا في بلاد الغرب، لو أساءت جهة أو مؤسسة أو في أي مكان من الأمكنة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب الناس وحق لهم أن يغضبوا،
هذا شيء طبيعي أن يغضب الإنسان المسلم إذا أساء أحد إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أننا ومع الأسف الشديد نسيء جميعا إلى رسول الله بكل أسف بسوء سلوكنا وأعمالنا. ولذلك كان من دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما حكاه القرآن في سورة الممتحنة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال المفسرون: كيف يكون المسلم فتنة للكافر؟ قالوا: يرى الكافر ما عليه المسلم من سوء خلق وسلوك والعياذ بالله، فيقول، وتأمل ما يقوله الكافر، فيقول: لو كان في دينه خير لظهر على سلوكه وأخلاقه، لو كان في دينه خير لظهر على سلوكه وأخلاقه. فلماذا ينظر هذا الكافر إلى المسلمين نظرة إيجابية وقد رأى من سلوكهم وتصرفاتهم وأخلاقهم وسوء معاملاتهم ما صده عن التفكير في دين الله سبحانه وتعالى، أو عن النظر بإيجابية إلى المسلمين حيث يتواجد المسلمون؟ فالقصد يا إخواني أن هذه المسألة التي نذكرها خطرها يعود على الإنسان في أن عمله ثواب عمله يضيع عليه، وخطرها يعود على مجموع المسلمين أن غير المسلمين ينظرون إلى المسلمين نظرة سلبية سيئة لسوء تصرفاتهم وعوج أخلاقهم والعياذ بالله، كما قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة نذكر منها جانبين هامين فقط حتى تفطن الناس لقيمة هذه المسألة ولأهميتها ولخطر غيابها عن الناس. الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى تتسم بالعموم والشمول، ونقصد بالعموم والشمول أن هذه الأخلاق لا تقتصر فقط على المسلم، بل تمتد هذه الأخلاق لتشمل الكافرة الذي يكفر بالله ويكذب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق أيضا تمتد لتشملها، تمتد لتشمل الحيوان وتشمل النبات كما جاء بذلك النصوص. فمن ذلك مثلا ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه ذبحت له شاة لحم ليأكلها عشان يأكل اللحم، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأهل بيته: هل أهديتم جارنا اليهودي؟ هل أهديتم جارنا اليهودي؟ هل أهديتم جارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومعنى ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أنه سيجعل الجار من جملة الورثة كالولد والأب والزوجة والأم من شدة إيصاء جبريل بالجار. أمر آخر تلاحظه في الحديث أن النبي قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، ولم يقل بالجار المسلم، ولم يقل بالجار المؤمن، ولم يقل بالجار القريب. المهم أنه جار له عليك حقوق دون أن تنظر إلى لونه أو جنسه أو دينه، وجب عليك أن تحسن إليه بنص كلام القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا امتد هذا المعنى وهو معنى شمول الأخلاق ليشمل حتى الحيوان، ونحن جميعا نحفظ الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أدخل امرأة النار في هرة، يعني في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من دواب الأرض وهوامها. فإذا كانت هذه إساءة إلى حيوان عاقب الله سبحانه وتعالى صاحبتها بأن أدخلها النار، فكيف إذا أسأت إلى إنسان؟ وكيف إذا كان هذا الإنسان مسلما؟ ولذلك عند الحاكم في مستدركه أن ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار. لأن هذا الأمر أيها الإخوة لابد أن تجمع كما قلنا مع عبادتك وصلاتك وقراءتك للقرآن حسن سلوك وحسن تصرف وإحسان إلى الناس، دون كما قلنا أن تنظر إلى ألوانهم ولا إلى أجناسهم ولا إلى أديانهم، تحسن إليه لأنه إنسان. ولذلك في القرآن في سورة لقمان الله سبحانه وتعالى يقول عن الوالدين: وإن جاهداك، يعني الوالدين،
على أن تشرك بي، تأمل، على أن تشرك بي، والدان يدفعان ولدهما ويأمران ولدهما بماذا؟ بالشرك بالله، بالشرك، بالشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر الكبائر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ماذا تعمل؟ فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمر الآخر وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أنهما مشركين. لماذا؟ لأنهما والدين، لابد الإنسان أن يحسن إليهما دون أن تنظر لأي شيء. تعب وبذل وصهر وربيا وأنفق وبذل كل عون تحتاج إليه، فوجب عليك أن تحسن إليهما، إليهما وإن كان على الشرك والعياذ بالله. امتد نظام الأخلاق أيضا في دين الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة حتى يشمل النبات، النباتات هذه التي في الخارج، امتد نظام الأخلاق حتى يشملها. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع سدرة، يعني شجرة، من قطع سدرة في فلاة، يعني في صحراء، يستظل بها ابن السبيل والبهائم، يعني يستعملها العابر ابن السبيل كظل يتقي بها من حر الصيف وبرد الشتاء، وتستعملها البهائم التي لا تعقل ولا تنطق كظل، تستظل بهذه الشجرة من برد الصيف ومن برد الشتاء وحر الصيف. من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا بغير حق، يعني بدون فائدة وبدون داعي، مجرد عدوان، صوب الله رأسه في النار يوم القيامة. هل تريد شيئا آخر؟ يعني القضية ليست أن تصلي فقط وأن تصوم فقط وأن تقرأ القرآن فقط، لا بد أن تضم إلى الصلاة والعبادة وقراءة القرآن سلوكا حسنا وخلقا قويما حتى تكون مسلما كما جاء عن الله تعالى وكما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يا إخواني، أن الغاية في الإسلام أو في نظام الأخلاق في الإسلام لا تبرر الوسيلة أبدا، وهذا المعنى على وجه الخصوص يمس كل واحد يعيش هنا في بلاد الغربة. الغاية لا تبرر الوسيلة بأي حال من الأحوال. تعلمون جميعا أن أهل مكة آذوا رسول الله وقتلوا أصحابه وأخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم بغير حق، ثم بعد ذلك كانوا قد وضعوا أموالهم وديعة وأمانة عند رسول الله. طيب أنت ماذا تفعل؟ أناس أخرجوك من ديارك وأخذوا مالك وقتلوا أصحابك وآذوك أشد الإيذاء وأموالهم عندك، ماذا سوف تصنع؟ على طول خلاص، يعني هم صنعوا بنا ذلك، سوف نأخذ هذه الأموال. هذا أقوله أنا وتقوله أنت، لكن لا يقوله محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ليس كلامه، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يظل في مكة 3 ليال حتى يرد الودائع إلى أصحابه، رغم أنهم آذوه وقتلوا أصحابه وأخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم. لكن هذه مسألة، والسلوك الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هذه مسألة أخرى تانية، قضية أخرى. أمر النبي عليا مع ما في هذا الأمر من المخاطرة، كان من الممكن أن يقتلوا عليا رضي الله عنه انتقاما من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن رسول الله خاطر بابن عمه حتى يؤدي الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، لا صلاة تقبل بلا وضوء، لابد أن تتوضأ ثم تصلي، ولا صدقة من غلول. الصدقة من الغلول لا تقبل، الغلول يعني السرقة، يعني إنسان يأكل الربا ويتصدق صدقة غير مقبولة، إنسان يسرق أموال الناس أو يغش الناس صدقة غير مقبولة. ولذلك في هذه النقطة على وجه التحديد أيها الإخوة، الإنسان الذي دخل إلى بلاد الغرب بموجب تأشيرة أو فيزا أو إقامة أو جنسية، كل هذه الأمور بمثابة العقد الضمني، أكرر، بمثابة العقد الضمني بينك وبين هذه الدولة أن تحترم قوانينها، هذا عقد ضمني ولم يكن مكتوبا. أخذت الفيزا
أو التأشيرة أو الإقامة أو الجنسية، هذا عقد ضمني بينك وبين الدولة التي تعيش فيها أن تحترم قوانينها وألا تخالف هذه القوانين. وفي القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي صحيح السنة قال عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم. هذا شرط شرطته على نفسك وارتضيته. طب الحال مش عاجبني يا جماعة، مش عاجبني الحال ده، تقول لك والله اتفضل اترك هذا البلد واذهب إلى بلدك الذي ربما يروق لك حالك فيها، افعل فيها ما تشاء، لكن طالما أنك دخلت مكانه وارتضيت شروطه وجب عليك أن تحترم هذه الشروط. لماذا؟ لأن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة أبدا. تريد أن تتصدق تحصل على المال من حلال ثم تتصدق في الجانب الحلال. دخلت بلدا، هتقول لي بقى كفار مش كفار، دخلت بلدا هذا البلد شرط عليك شروطا وجب عليك أن تحترم هذه الشروط. المراوغات، المخالفات، مخالفة القوانين، كل هذا مخالفة شرعية لدين الله سبحانه وتعالى. بنص كلام الله كما ذكرنا أوفوا بالعقود، وبنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، وبنص كلام الفقهاء. فالقصد يا إخواني أن مقصود الرسالة، مقصود الرسالة التي من أجلها بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتمم مكارم الأخلاق، أنت تصلي حتى تتزكى وتتطهر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تدفع ما لك حتى تتزكى وتتطهر، تتزكى من البخل، تتطهر من الشح، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن خذ من أموالهم صدقة. لماذا نأخذ الصدقة؟ تطهرهم وتزكيهم بها. نطهرهم من ماذا؟ من الشح، من الحرص على المال، لأن الإنسان إذا حرص على المال كان عبدا له يسير خلفه حيث صار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، سماه النبي عبدا للدرهم والدينار. لماذا؟ لأنه يجتهد في الحصول عليه من كل طريق. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي حدث أصحابه يوما عن رجل ممن كان قبله، قال هذا الرجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فوقعت الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الرجل الحمد لله على سارق، تصدق بصدقة فعن غير قصد منه وقعت الصدقة في يد سارق. ثم جاءت الليلة الثانية فقال الرجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فوقعت الصدقة في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل الحمد لله على زانية. فجاءت الليلة الثالثة فقال الرجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فوقعت الصدقة في يد غني من الأغنياء. طبعا الفئات الثلاث كما ترى لا تستحق هذه الزكاة. أنت لو عندك زكاة هتعطيها لسارق؟ عندك زكاة هتعطيها لمرأة تباشر الزنا والعياذ بالله؟ عندك زكاة هتعطيها لرجل من الأغنياء لا يحتاج إلى المال؟ فقال الرجل الحمد لله على غني. فأتاه آت في المنام قال له أما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف بصدقتك عن الزنا، وأما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف بصدقتك عن السرقة، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يرى صدقتك فيتصدق كما تصدقت. هذا الحديث يا إخواني يبين لك قيمة الصدقة، ألا تبخل بها ولا تتردد في إخراجها. المهم أن تبذل جهدك في التأكد أن هذا المصدر يستحق الصدقة. لماذا يا إخواني؟ لأن في هذا الحديث هناك طوائف من الناس أو من النساء
السبب الذي يدفعها للوقوع في الزنا ليس حب الزنا والعياذ بالله، ولكنها الحاجة، الفقر. امرأة لا تجد طعاما تأكله، ولا لباسا تلبسه، ولا دواء تتداوى به، ولا مسكنا يسكنها وأولادها، ماذا سوف تصنع؟ والمجتمع لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها، ماذا سوف تصنع؟ أنت لو مكانها بالله عليك ماذا سوف تصنع؟ هتسرق. لا، ما فيش حل آخر. ابنك هيموت، أنت لا تجد طعاما تأكله ولا أي شيء. قال: أما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف بالصدقة عن الزنا. فأنت وأنت تخرج زكاة مالك لابد أن تضع أمام عينيك هذا المعنى، أن هذه الصدقة وأن ذلك المال يستر العورات ويغلق باب الشر عن المجتمعات ويصون عرض هذه المرأة ويمنعها ويحول بينها وبين أن تقع في جريمة الزنا والعياذ بالله. ونفس الأمر مع من يسرق. هناك طوائف من الناس لا تسرق حبا في السرقة ولا بحثا عن زيادة المال، لكنها الحاجة، العوز، الفقر. إنسان كما قلنا لا يجد طعاما يأكله ولا لباسا يلبسه ولا دواء يتداوى به، ماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ فإذا تصدقت أنت عليه وأعطيته هذا المال أغلقت هذا الباب من أبواب الشر على هذا السارق بأن منعته من كبيرة السرقة، وأغلقت شره عن الناس حتى لا تمتد يده إلى الناس أو إلى أموال الناس بسوء. قال: وأما صدقتك على الغني فلعله أن يرى صدقتك فيتصدق كما تصدق. وهذه الحالة الوحيدة التي يجيز العلماء فيها أن يظهر الإنسان الصدقة. لماذا؟ لأنه في بعض الأحوال إذا أظهر الإنسان صدقته تشجع الآخرون، فكان هذا سببا في زيادة مال الصدقات كما صنع الصحابة. الرسول دخل عليه جماعة من أصحابه تبدو عليهم آثار الفقر، فتأثر النبي جدا لحاله وبدت عليه آثار الحزن. فلما رأى الصحابي حال هؤلاء الناس ونظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام قام بسرة فيها مال كثير لا يستطيع أن يحملها من ثقلها، ووضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتهلل وجه النبي سرورا عليه الصلاة والسلام. فلما رأى صحابته صنيع الرجل وإنفاقه في سبيل الله وبذله المال الكثير صدقة لله سبحانه وتعالى، صار على الآخرون، منهم من جاء بطمر، ومنهم من جاء بثياب، ومنهم من جاء بأموال، فقال النبي قولته المشهورة عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الرجل سن سنة حسنة أنه بادر بالإنفاق، فتشجع الناس فأخذوا ثوابا وأخذ هو ثوابه وثوابه. في الظروف التي نحياها أيها الإخوة لابد أن ننظر إلى إخواننا المسلمين، وننظر إلى الفئات الفقيرة في بلداننا وفي مجتمعاتنا، لا ننساهم. أنت الآن تجوع، لن تشعر بقيمة الطعام إلا في شهر رمضان، تشعر فعلا ما معنى الجوع، ما معنى قرصة وألم الجوع تشعر به الآن، وأنت تجوع ساعات محدودة ثم تأكل. فكيف بإنسان يجوع أياما ويعرى شهورا ولا يجد مسكنا سنينا؟ كيف يكون حال هذا الإنسان أيها الإخوة؟ فالقصد أن الإنسان المسلم لابد أن يعيش وينظر إلى الآخرين، لا يأكل ويجوع الآخرون، ولا يصح ويمرض الآخرون، ولا يأمن ويخاف الآخرون، لأن هو ده طبيعة الإسلام. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: إنما المؤمنون إخوة. إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يتركه لشيء يكرهه. فالقصد يا إخواني أن هذا الشهر وهذه الفرصة وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى لا بد أن تنظر فيه إلى إخواني من الفقراء والمحتاجين، أن تقدم لهم ما استطعت من عون، ما تستطيعه من عون، ثياب قديمة، مال قليل، طعام قليل، أي شيء تقدمه هو بالنسبة لك قليل ولكن بالنسبة لهم كثير، لأنهم لا يجدون شيئا أصلا، لا يجدون مالا ولا طعاما ولا كساء. وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى كلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا وتقبل منا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم احفظنا بالإسلام قياما، واحفظنا بالإسلام قعودا، واحفظنا بالإسلام رقودا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسودا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا،
اللهم بلغنا جميعا ليلة القدر، اللهم بلغنا جميعا ليلة القدر، اللهم بلغنا جميعا ليلة القدر، وأعنا على صيامها وقيامها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وخص بعونك المستضعفين، وكن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم رد إلى بلاد المسلمين أمنها وسلمها، اللهم رد إلى بلاد المسلمين أمنها وسلمها، اللهم رد إلى بلاد المسلمين أمنها وسلمها، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وأحسن ختامنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.